مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم يوم الاربعاء 1 فبراير 2023. بنعمه ربنا النهارده هيكون معانا ملف مهم، وهو ملف السياحه اللي بنروح ونرجع له من وقت للتاني، وهنفضل وراه لغايه لما يعني تتبوأ السياحه المصريه المكانه التي تستحقها. في دول أقل مننا بكتير بكتير، ومع ذلك يعني بتحصل على أرقام أضعاف أضعاف اللي احنا بنحصل عليها من السياحة. النهاردة هيكون معانا الأستاذ باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، بخصوص إيه بقى؟ إنه في تعديلات على قانون إنشاء الغرف السياحية في مجلس النواب، وافق على البنود الأساسية بتاعته النهاردة، وهنشوف ده هيساعد إزاي في زيادة السياحة إلى مصر. أنا عايز أكلمكم بقى عن الموضوع الأكثر شيوعاً اللي كلنا يعني ممكن نكون بنتابعه دلوقتي، لأن الأهلي بيمثل مصر كلها، بيمثل الزمالك ويمثل بيراميدز ويمثل كل الأندية الكبيرة اللي كانت بتتصارع في مستويات الصغيرة، إذا كان كاس مصر، إذا كان الدوري، إذا كان حتى أفريقي. النهاردة الأهلي بيفتتح مبارياته في كاس العالم للأندية المقامة في المغرب، بيلاعب أوكلاند سيتي وده فريق نيوزيلندي، والشوط الأول خلص 1-0 للأهلي. أفتكر اسمه حسين الشحات يا جماعة لو أنا مش فاكر صح اللي جاب الجون. والشوط الثاني بدأ حالا دلوقتي، فاحنا يعني برنامجنا مسنتر بلغة الكورة على الشوط الثاني، فإن شاء الله هنتابع مع حضراتكم أي تغيير في النتائج، وبعد ما المباراة تخلص إن شاء الله وتكون لصالحنا نجيب حد يحلل اللي حصل وأداء الأهلي. الموضوع أصله مش مرتبط بس بالمباراة دي، الموضوع مرتبط بمباريات تانية جاية، فهو بداية كده بادي ازاي، باصص على البطولة دي بأنهي طريقة، من أنهي زاوية، مدى استعداد اللعيبة بتوعه والمدربين والجهاز الإداري عامل ازاي. كل ده هيفرق معانا جدا لأن احنا عايزين نطلع لقدام. طبعا غني عن البيان ان انا اقول لحضراتكم انه الزملكاوية الصح بيشجعوا الأهلي دلوقتي، والبيراميدزية الصح بيشجعوا الأهلي دلوقتي، وكله بقى حديد وألمونيوم ووادي دجلة، كله اللي في الدور الأول في الدوري واللي في الدور الثاني، كله النهاردة بيشجع الأهلي، مصر بيشجع مصر في كأس العالم للأندية، وإحنا بنتمنى كل التوفيق والسداد لهذا النادي وهذه البلد. بننبه وبنعيد التنبيه مرة جديدة، مش هقول تانية لأنها ربما تكون 15، على أنه إذا خرج التعصب من هذه الرياضة مصر هتكسب كتير قوي، جماهير، إدارات، اتحاد، أندية. أنتوا فاهميني كويس ان كل الناس، كل ابناء مصر يبقى متاح ليهم الدخول بحسب كفاءتهم فقط، وانه الانترفيو المقابلة الشفوية تتصور وتصعد علشان محدش يقول الكلام اللي بنسمعه من وقت للتاني، ما دام اسمك كذا يبقى عمرك ما هتدخل والحاجات دي. واظن تابعتوا معانا برضو حكاية الحكم القبطي اللي قالوا له ممكن تحكم دولي لو حطيت حاجة غطيت، عشان عنده هنا وشم بصورة السيد المسيح، ويعني حاجات عيب نتكلم فيها النهاردة في 2023 وإحنا كلنا بصين على بلد رايحة في حتة كويسة قوي، فإحنا كمان لازم نوصل بأنفسنا لحتة كويسة قوي. خلونا نبتدي أخبارنا على طول بالخبر اللي كنت بكلمكم عنه، هو انطلاق مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب اللي بتستمر حتى 11 فبراير الجاري، والعالم تتجه أنظاره على ملعب ابن بطوطة الرحالة الشهير المغربي في مدينة طنجة.
بالمغرب لمتابعة الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بين الفريقين المصري الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. واللي انتهى شوطها الأول وزي ما قلت لحضراتكم بفوز النادي الأهلي 1-0 والنتيجة ما زالت 1-0 لصالح الأهلي. وجدير بالذكر أنه حفل افتتاح كأس العالم للأندية ودي حاجة عالمية عملوا فقرة عن هذا الرحالة العربي المغربي الأصل ابن بطوطة اللي لف العالم واكتشف بلاد وقال لنا معلومات وسب لنا موسوعة جميلة اسمها رحلات ابن بطوطة. نتمنى كل التوفيق للمغرب الشقيق في استضافة هذه البطولة ولطبعا فريق مصر اللي بيمثلنا كلنا النادي الأهلي. النهاردة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق حنان والسيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، وحضر اللقاء فريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتفعيل التعاون المشترك في مجالات العسكرية والأمنية، خصوصا في دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء كإحدى أهم الدول في هذه المنطقة. وانتوا عارفين طبعا منطقة الساحل والصحراء دي فضة ممكن يتسلل إليها الإرهابيين والأسلحة، وحاجة بإيه بآلاف الكيلومترات، فلابد من التعاون مع موريتانيا لضبط هذه المنطقة أمنيا. تعالوا نشوف جزء من الزيارة ونرجع مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي إلى شقيقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي معالي ودولة رئيس وزراء مصر الحقيقة كان لي مؤتمر صحفي مهم حول عدد من الملفات الاقتصادية وعلى رأسها تطمين القطاع الخاص بأن الدولة تدعم هذا القطاع في هذه المرحلة الصعبة. المؤتمر كان في مقر مجلس الوزراء وأعقب اجتماع مجلس الوزراء اللي استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية في ضوء توجيهات الرئيس بتشجيع تعزيز دور القطاع الخاص وسيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وتوجيهه للحكومة بالإسراع بإصدار الرخص الذهبية. وجه مدبولي هذه الرسالة لطمأنة القطاع الخاص
وأكد أن هذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة، والفترة المقبلة ستشهد إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية عن طريق توسيع نطاق المشروعات التي تحصل على الرخص الذهبية. نشوف جزء من المؤتمر ونرجع مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهاردة رحب بحضراتكم، ويمكن الحقيقة النهاردة اجتماع مجلس الوزراء استعرض الحقيقة عدد كبير من الموضوعات الهامة جدا في إطار طبعا توجه الدولة لدفع عجلة الاقتصاد فيه خلال هذه المرحلة. والحقيقة يمكن في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع يعني دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكان توجيه سيادته للحكومة بالإسراع بموضوع الرخص الذهبية وإصدار الرخص الذهبية. الحقيقة المجلس كان وافق من يمكن شهر وشوية على 9 رخص بصورة مبدئية، والنهاردة يمكن يعني اسمحوا لي ان انا اعرض على حضراتكم يعني ان في ايدي دلوقتي 9 رخص اللي فعلا تم اصدارهم، وبرضو عشان نشوف شكل الرخصة يعني بطريقة غير تقليدية وطبقا للتقنيات الجديدة. الرخصة بتطلع في صورة كارت ذكي، بيبقى فيه طبعا QR كود بيبقى متسجل عليه كل الداتا والبيانات اللي بتبقى خاصة بهذه الرخصة. والحقيقة دي يعني خطوة مهمة جدا الدولة النهاردة بتاخدها علشان فعلا تشجع القطاع الخاص في خلال هذه المرحلة بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات اللي احنا قلنا انها هتكون جديرة انها تاخد الرخص الذهبية. وعايز اقول كمان ان المجلس النهاردة بيوسع كل مرة الأنشطة اللي ممكن إنها تبقى تسري عليها الموضوعات الرخصة الذهبية. بالفعل النهاردة أضفنا مجموعة أخرى من الأنشطة، والحقيقة أيضا النهاردة وافقنا على إصدار 4 رخص أخرى، وبالتالي هيبقى فيه النهاردة 4 رخص هتبدأ هيئة الاستثمار إنها تستكمل الإجراءات والورق بتاعتهم بحيث برضو تخرج بالشكل اللي أنا وريته لحضراتكم. وإحنا يمكن زي ما قلت لحضراتكم محددين مدة زمنية بحد أقصى إن شاء الله تبقى هيئة الاستثمار بتصدر فيها هذه الرخص. كل دي هدفها ببساطة شديدة إن إحنا نمكن القطاع الخاص في هذه المرحلة على التوسع وزيادة الأنشطة اللي بيقوم بيها لخلق فرص عمل جديدة، والدولة المصرية كلها بتدعمه. ويمكن عشان كده أنا بأكد ورسالة لكل القطاع الخاص اللي موجود في مصر، إحنا الدولة المصرية حريصة كل الحرص في هذه المرحلة على يعني تشجيعه ودعمه في هذه الظروف الصعبة. وأهم شيء إن أنا بدعو كل أصحاب المشروعات إن هم برضو إن هم يتقدموا، صحيح بيقدموا لكل الجهات المعنية عشان الحصول على الرخص، ولكن احنا في لجنة مختصة بهذا الموضوع جوه مجلس الوزراء تحت إشرافي الشخصي بتجتمع بصورة تقريبا أسبوعية أو كل أسبوعين على الأكثر. فبشجع القطاع الخاص إن هو يتقدم مباشرة لمجلس الوزراء هنا لو حابب إن هو أيضا يعني يبقى ده منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية بجانب طبعا هيئة الاستثمار وبقية الجهات المعنية الأخرى. فده الحقيقة توجه مهم جدا الدولة المصرية حريصة فيه، وإن شاء الله المرحلة الجاية هتبقى بتشهد إصدار وموافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية بإذن الله. دكتور محمد جوهري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب، إزي حضرتك والسادة المشاهدين. مبروك يا دكتور، الأهلي جاب الجون الثاني، محمد شريف جاب الجون الثاني مع أوكلاند سيتي دلوقتي في المغرب. ألف مبروك يا باشا، وعقبال كده يا رب ما نشوف المنتخب ده مصر كلها فرحانة. دايما فرقنا زي ده. طيب دكتور محمد، في نفس السياق وليس بعيدا عنه وهو ما ننشده من تطور في كل الملفات، كان حديث رئيس مجلس الوزراء دلوقتي عن الرخصة الذهبية. هو يعني الرخصة الذهبية دي بتقدم لها كل مشروع على أرض مصر سواء كان شركة أو مصنع أو حضرتك وضح لنا. لا يا استاذ ايهاب، انا برحب بحضراتكم الساده المشاهدين، وكلامك ده شجعني ان انا اشكر قناه ميسات والانبا ارميا وحضرتك والساده القائمين على القناه لما اشهدوا من التطور المستمر في القناه والبرامج اللي بتقدمها. شكرا في لحضرتك. خدمه المواطن المصري والمصريين على وجه سواء. نشكرك يا دكتور. لازم ان انا اقدم هذه الاشاده. شكرا. تاني حاجه، القرارات اللي صدرت اليوم بشان منح الرخصه الذهبيه، يعني هذه قرارات هامة جدا، والكثير من المستثمرين كانوا ينتظرون المزيد من حافز الاستثمار حتى ينتعش الاستثمار في مصر والاقتصاد في مصر.
خاصة في يعني هذا الجو المليء بالعثرات ومليء بالأزمات الاقتصادية. والرخصة الذهبية هي بتقدم تسهيلات وتيسيرات لكثير من المشروعات بعينها، يعني هم اختاروا بعض المشروعات لمنحها الرخصة الذهبية. زي ايه يا فندم؟ معلش، زي ايه؟ لان انا برضو شغلني فكرة انه رئيس الوزراء بنفسه يطلع يحتفل بإصدار 9 رخص، ده احنا عايزين آلاف. فانا عايز اعرف ايه هي المشروعات اللي كانت هيوسعوا الدائرة دلوقتي شوية، لكن ايه هي بقى كانت المشروعات؟ يعني هل لم يتقدم الا 20-30 طلعنا 9 يبقى معقول، لكن لما يكون تقدم 2000 وطلعنا 9 في فترة كبيرة تبقى مشكلة، يبقى احنا عندنا تباطؤ فظيع. والله يا ربي المشروعات التي تقدم لهيئة الاستثمار، يمكن احنا نرى كثير من المشروعات القائمة على السلع الترفيهية والسلع الاستهلاكية وما خلافه، لكن المشروعات التي افصح عنها اليوم استاذ رئيس الوزراء او 9 رخص عبارة عن رخص في الانتاج العلاف، رخص للمشروعات البتروكيماوية، المشروعات استخلاص الزيوت، وهذه المشروعات مشروعات هامة جدا وتفي بحاجة الاقتصاد المصري على المدى القادم، بحيث ان احنا نقدر نوفر فاتورة الافتراض يعني نوعا ما. ولكن لو اتفتحت هذه الرخص على انسان اي مشروع طبعا هيبقى ده اهدار للمال العام، وفعلا لازم يكون في تقنين لمنح هذه الرخص. ولكن انا برضو يعني عايز اقول للساده المشاهدين من خلال هذه القناه الجميله والساده رئيس الوزراء ان احنا عايزين برضو هذه المشروعات القائمه، عايزين تسهيلات للمشروعات القائمه بالفعل، لان كثير من المشروعات القائمه عايزه شويه تحفيز. احنا بندي دلوقتي رخص ذهبيه وبندي تسهيلات للمشروعات المنشاه حديثه، لكن هناك بعض المشروعات على ارض الواقع انشات قبل اصدار هذا القرار ولا تتمتع بمثل هذه الخصائص. نديها يعني نفس التسهيلات بس حتى لو بشكل اخر، مش بشكل الرخصه، اذا كانت طبعا الرخصه مرتبطه ببدايه التقديم. لو الانشطه بتاعتها دي هتتواكب وهتغطي حاجه مصر من الاستيراد، يبقى انا لازم فورا اخذ هذه الاجراءات. يمكن احنا سمعنا عن بعض المشروعات الخاصه بانتاج الاطارات الكاوتش في مصر. أيوه. وده شيء كويس جدا، لازم هذه المصانع احنا نشجعها ونديها حافز استثماري مميز. هو واضح يا فندم انه الكلام كلام حضرتك ومبادره الدوله حتى بتخفيض فايده القروض و كانت على مشروعات الانتاج الصناعي والزراعي، فلو فعلا بالطبع توسعنا بالطبع في داخل هذا الاطار هنكسب كتير. بالطبع احنا هنكسب مرتين، ان احنا هنأثر الفاتوره بتاعه الاستيراد بتاعتنا، في نفس الوقت احنا من لا يملك قوت يومه ولا يملك قراره. صحيح. هنملك قوت يومنا، هنوفر مستلزمات انتاج للاجيال القادمه، هنوفر البناء القادم، وده شيء جميل جدا. طيب دكتور محمد، كان في كلام النهارده عن قطاع العقار وانه بيواجه بعض العقبات، يعني ايه موقعه من هذه التسهيلات اللي بتحاول تقدمها الحكومه؟ بالفعل القطاع العقاري، لان هناك فقاعه عقاريه في حدثت في مصر نتيجه الاسعار ونتيجه ما حدث من ارتفاع مواد البناء طبعا. فهناك عثرات كثيره للمشروعات، خاصه المشروعات القائمه بالفعل، اللي مطورين عقاريين خدوا ارض من الدوله بيحاولوا يبنوها، اسعار المباني زادت، فبالتالي كان عليهم قروض وعليهم ضرائب وعليهم كده، فالدوله بتحاول تساعدهم، وده شيء ايجابي جدا ان الدوله يعني بتصدر قرار مواكب للاحداث. يعني هي ده حاجه جميله جدا ان احنا الناس شايفينها، ان الناس بيبصوا علينا شايفين القطاع العقاري فيه مشكله، فبيبادروا بحلها، ما بيستنوش لما تحصل مشكلة أكبر والناس تقعد في البيت والناس يبقى عندها مشاكل. لا بالفعل ده شيء جيد جدا برضو ان هو استاذ رئيس الوزراء النهارده قال ان انا هدي تسهيلات للمطورين العقاريين، وقال برضو ان انا هدي تسهيلات لامتلاك ابن بيتك في مصر، وهدي تسهيلات امتلاك ايه؟ بيت الوطن. اللي هي ايوه الناس المصريين المقيمين في الخارج. فهو كل دي تسهيلات الحكومه بتحاول تقدمها في الوقت الحاضر عشان تنهض الاقتصاد المصري، وده شيء جيد جدا يعني. شكرا جزيلا دكتور محمد الجوهري استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، واروح مع حضراتكم لوزير الخارجيه سياده السفير سامح شكري اللي هيستقبل غدا بمقر الوزاره ستيفانيا كاراكسي رئيس لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع بمجلس الشيوخ الايطالي. ستيفانيا كاراكسي عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا ورئيس اللجنة، أعلنت أن هذه اللقاءات والاجتماعات اللي هتستغرق يومين
في إطار لحظة تاريخية حساسة بشكل خاص مع اكتساب منطقة البحر المتوسط أهمية استراتيجية حاسمة أكتر من أي وقت مضى. ربما تقصد بسبب الغاز وترسيم الحدود، وقالت من أجل الاستجابة للتحديات الخبيثة التي تلوح في الأفق وتخفف من أثار زعزعة استقرار التوازن الجيوسياسي على خلفية الحرب في أوكرانيا. ما أعرفش هل هي بتقصد يعني الطمع في الغاز بتاع منطقة شرق المتوسط ولا إيه. أخيرا أوضحت كراكسي أنها ستلتقي عدد من البرلمانيين المصريين في مجلس النواب ومقر أيضا مجلس الشيوخ. أروح مع حضراتكم أيضا لوزارة الصحة اللي بتوجه نصايح لتجنب المضاعفات الصحية خلال موجة رياح محملة بالأتربة. طبعا النهاردة كان في كمية تراب كبيرة جدا لم ينقذنا منها إلا الله بعد أن هطلت الأمطار على دفعتين، يعني ربما مش أقوية قوي لكن صفق السماء في القاهرة بعد هذا الهطول. وزارة الصحة والسكان بتوجه عدد من النصايح للمساهمة في حماية المواطنين من هذه المضاعفات اللي بتنتج عن الطقس السيء والرياح المحملة بالأتربة. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة بيؤكد أنه ينبغي على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية زي مرضى حساسية الصدر ومن يعاني من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية يجب عليهم تجنب الخروج من المنزل في ظل هذه العواصف الترابية إلا في حالات الضرورة، مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة. وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة تجنبا لدخول الأتربة للشعب الهوائية، وضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق. دكتور وجدي عبد المنعم مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ومساء النور على جماعة السادة المشاهدين. منين بنحذر من الأتربة اللي موجودة في الجو، ومنين بننصح بالوجود في أماكن جيدة التهوية؟ جيدة التهوية منين بقى؟ ما اللي هيفتح شبابيك هيجيله تراب، هنعمل ايه طيب؟ هو طبعا زي ما شهدت يمكن الجو النهارده بعض التقلبات وبعض انشاد الأتربة والرياح طبعا، وده بيأثر على الصحة وخاصة الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. فطبعا بننصح المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم ترك المنازل إلا للضرورة القصوى. موضوع طبعا الأماكن الجيدة التهوية، إن احنا بنقول إن لو هو موجود في مكان يعني على الأقل بتكون الشبابيك بتكون ممكن موطاة بعض الصوت أو ببعض القطع القماش المبللة بالماء اللي بتسمح بدخول الهواء ولكن لا تسمح بدخول الأتربة. دي فكرة كويسة. تمام، فده طبعا بيكون حماية للمنازل من دخول الأتربة وللأشخاص من التعرض للتيارات سواء التيارات الباردة أو للتعرض للأتربة اللي ممكن تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي واللي بيتمثل طبعا في التهابات الجيوب الأنفية أو الجهاز التنفسي السفلي والمتوسط في الشعب الهوائية، وخاصة المواطنين اللي بيعانوا من الربو الشعبي أو الصدة الرئوية، ودول اللي ممكن طبعا الأتربة دي تعمل تهيج للشعب الهوائية وتؤدي إلى زيادة الأزمات الربوية في مثل هذا الوقت، وخاصة سواء عند الكبار السن أو الأطفال أو اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أخرى. بالتالي بيضاف إليها أيضا الجيوب الأنفية مش كده؟ ما أنا قلت الجهاز العلوي، الجهاز التنفسي العلوي المتمثل في الجيوب الأنفية. تمام. والسفلي المتمثل في الأمراض زي حساسية الصدر اللي هو الربو الشعبي والصدة الرئوية، لأن بتتفاقم الأزمات في الوقت ده طبعا نتيجة التعرض للمعيجات اللي ممكن تؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية للجيوب الأنفية أو للشعب الهوائية، وبتؤدي طبعا إلى انسدادها وتفاقم حدة الأزمات. طيب، إلى جانب طبعا النصائح اللي وجهها دكتور حسام عبد الغفار، نصائح يجب على المواطنين الالتزام بيها، وإحنا برضو بننبه إن إحنا ما زلنا في فصل الشتاء وانتشار الفيروسات سواء فيروس كورونا أو الفيروسات الأخرى زي الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي، فبالتالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية مهم في هذه الفترة، مثل ارتداء الكمامة، غسيل الأيدي، غسيل الوجه، شرب الماء بطريقة جيدة، يعني الناس ما تقولش ده فصل الشتاء وبنقلل من شرب الماء،
لكن لا، شرب الماء بطريقه كافيه للجسم ده من ضمن الحاجات اللي احنا بننصح بيها في جميع الاوقات، الى جانب طبعا غسل الايدي وغسل الاسطح، لان تراكم الاتربه على سواء الايدي او الاسطح ده ممكن طبعا عند التلامس مع الاسطح ثم تلامس العينين او الانف او الفم ده ممكن طبعا يؤدي الى تهيج في الاغشيه المخاطيه وزياده حده الناس اللي بيعانوا من التهاب في الجيوب الانفيه او حساسيه الصدر. طيب دكتور وجدي، يعني شكرا على هذه المعلومات القيمه في الجزء الطبي، لكن عايز اسالك في حاجه اداريه صغيره، بما ان حضرتك مدير اداره، يعني هذه النصائح الجيده جدا واللي قبلها اللي كانت مصحوبه او كانت مصاحبه لفكره الفيروس التحور الجديد و فكره ان الواحد ما ينزلش من بيته سواء كان طالب او تلميذ صغير او موظف او احيانا بتقابل بان ده دلع وان ده شويه برد، وان انت وخصوصا انه احنا دلوقتي بقى لنا فتره الدكاتره بيعالجوا الاعراض، عنده كحه بيعالجوا الكحه، فانت عندك كحه شويه برد، بينما التوصيات المهمه لوزارتكم الكريمه بتقول ان ده ممكن يكون سبب عدوى لاعداد من الطلاب او التلامذه في المدارس مع عدم الاحتراز في السن الصغير وخطوره ارتداء الكمامات للاطفال و يعني نوصل ازاي؟ هل مثلا تخاطب الوزاره مثلا الوزارات الاخرى بعدم التدقيق الزائد وطلب بروشته مكتوب فيها ان ده مثلا ضيق في التنفس بسبب كذا، ولا ايه تصور حضرتك؟ يمكن الكلام ده كان واضح في كلام الدكتور حسام عبد الغفار او الكلام اللي احنا قلناه، ان النزول اللي هو ملوش لازمه لا التزم بيه، انما طالما في مهمه يجب علي ان انا اديها زي طلبه نازله امتحانات او مدارس او مواطن نازل للعمل بتاعه او مواطنه نازله للعمل بتاعها او في ضروره للنزول الى الشارع، لا النزول بيكون مصحوب بالاجراءات الاحترازيه زي ارتداء الكمامه، ارتداء الملابس الثقيله للحمايه من نزلات البرد، اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه اللي بتحميني ان انا اروح اقضي المهمه بتاعتي وارجع الى منزلي بامان بدون ان انا اصاب سواء بعدوى نتيجه تجمعات او بتعرض لجو ممكن يكون محمل بالاتربه، وانا بعاني اصلا من حساسيه سواء في الجيوب الانفيه او في الشعب الهوائيه، فبالتالي ممكن اتعرض لنوبه من نوبات الحساسيه والازيز والازمات. فاحنا ما بنمنعش النزول، لكن بنقول النزول المهم يجب ان يؤدى بالطريقه الصحيحه خاصه للناس اللي بتعاني من امراض. بشكرك جدا يا فندم على هذا الايضاح اللي كان شديد الاهميه بالنسبه لنا، دكتور وجدي عبد المنعم مدير الاداره العامه للامراض الصدريه، شكرا جزيلا على وجودك معانا، ربنا يسلم الكل وان شاء الله الفتره الصغيره دي تعدي على خير. اشوفكم بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون كما قالت لنا الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، ونشرت أيضا مقطع فيديو يتضمن هذا الاستقبال لوفد من الرياضيين والحقوقيين والإعلاميين للإطلاع على مرافق هذا المركز الضخم اللي بيضاهي يعني يمكن أرقى مراكز التأهيل والإصلاح في العالم، ومشاهدة أساليب الرعاية والإصلاح المقدمة داخل المركز. أيضا شاهد الوفد مباراة وجزء من نهائي دوري كرة القدم بين نزلاء المركز. تعالوا نشوف جزء من هذه الزيارة ونرجع مع حضراتكم. تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتم وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، أقام قطاع الحماية المجتمعية نهائي مسابقة كرة القدم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والتي تنافس فيها عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور وفد من الحقوقيين والرياضيين والإعلاميين. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة،
حيث تم تسليم الفائزين الكؤوس والميداليات والجوائز لتحفيزهم لمزيد من العمل على تقويم السلوكيات. أنا فخور جداً أنا موجود هنا النهاردة في مركز إصلاح والتأهيل، شفنا حاجة الحقيقة ما شفتهاش في حياتي، يعني مستوى معيشي للناس كبير جداً، مستوى رائع جداً، اهتمام بالرياضة، اهتمام بأنشطة كتير جداً جداً جداً. فأنا مبسوط إن أنت بتحاول تطلع النازين تشغل له يومه بحاجات إن كان رياضية أو في ثقافية أو في صناعية أو في زراعية، فدي حاجة كويسة جداً إنك دايماً تخلي النزيل يطلع من عندك عنده إن كان موهبة ينميها في حاجة تانية أو عنده مورد رزق بعد كده يخشه من خلال إن هو يتعلم حاجة هنا. إنسان بيتعامل بمنتهى الإنسانية، دي حقيقة، ده واقع عشناه هنا عندكم في وادي النطرون، في ما بقتش حتى سجن، ده بقى فعلا إصلاحية لتعديل سلوك الإنسان اللي خرج على النص، الإنسان اللي بيتقال في المجتمع إنه أجرم في حق المجتمع. عقب انتهاء المنافسات الرياضية قام الوفد بجولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على مرافقه المتنوعة وما يقدم من خدمات ورعاية للنزلاء وسبل الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، حيث تعد مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. أنا اتفاجئت صراحة، يعني اتفاجئت باللي أنا شفته النهاردة في المركز، شفت صرح كبير جدا صراحة، يعني أنا لو ما شفتش بعناية عمري ما كنت أصدق ولا كنت أتخيل، لكن أنا شفت بعناية إن قد إيه كل حاجة موجودة بالنسبة هنقول للنزيل، مش للسجين، للنزيل، وده الاسم اللي إحنا بنتمناه في الفترة الجاية، إن هم أخواتنا وقرايبنا وأصحابنا اتحطوا في مواقف إن هم بقوا موجودين في مكان، لكن إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول باللي أنا شايفه، إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول ويخرجوا ما نشوفهمش هنا تاني إن شاء الله. سعداء النهاردة بالزيارة. كان في حريق في مستشفى اسمه مستشفى النور المحمدي بالمطرية. معاينة النيابة العامة كشفت تفاصيل وأسباب اندلاع هذا الحريق اللي انتهى بوفاة 3 أشخاص وإصابة 32. بعد ما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد تحسبا لعدم اندلاع النيران مرة أخرى، معاينة النيابة قالت أن الحريق بسبب ماس كهربائي أدى لأنه يمتد في جوانب المكان. المعاينة الأولية قالت أن الحريق اندلع داخل وحدة الأشعة المقطعية في الدور الأرضي وامتد لبقية الدور، والنيران التهمت محتوياته بالكامل، وتم نقل 4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم لمستشفيات، و14 مصاب لمستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصاب لمستشفى المطرية، و2 لمستشفى عين شمس، و1 لمستشفى سيد جلال الجامعي، وتراوحت إصاباتهم بين حروق وكسور واختناقات، وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة. الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، مساء الخير يا فندم. زهاد مساء الخير، أهلا بحضرتك. يعني احنا فرحانين بماتش الأهلي وأوكلاند سيتي، والخبر ده طبعا مؤلم جدا، وأكتر ما يشغلني في عموم الأخبار المشابهة لهذا الخبر إلى متى يظل كلمة ماس كهربائي نجاة من أي مسؤولية لأي شخص في أي حريق في مصر لسنين طويلة؟ يعني أولا خلينا نقدم خالص التعازي للثلاثة اللي هم لقوا مصرعهم في هذا الحريق، ونتمنى الشفاء العاجل لـ 32 مصاب تم نقلهم لخمس مستشفيات قريبة من مستشفى النور المحمدي، إحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية اللي اندلعت فيها النيران النهاردة، وبدأت من وحدة الأشعة وامتدت إلى محتويات المستشفى بالكامل، الخسائر بالملايين، عندنا خسائر بشرية، 3 مواطنين لقوا مصرعهم، 32 بيتلقوا العلاج. احنا بنتكلم على سبب مبدئي وفقا لمعاينة النيابة العامة اللي انتهت من شوية، انه من الوارد انه ومن المرجح ان يكون السبب ماس كهربائي
خاصة إن التحقيقات مستمرة، وفي دلوقتي تشكيل لمراجعة اشتراطات الأمن والصناعة اللي موجودة داخل المستشفى، ومدى إن هي تكون المستشفى دي حاصلة على تراخيص، وإن الإجراءات اللي موجودة داخل المستشفى سليمة من عدمه وفقا للتحقيقات اللي لسه شغالة حوالين هذا الحادث. حدث النهاردة بعد العصر بالضبط، احنا فوجئنا بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاندلاع النيران في المستشفى. على طول تم توجيه الحماية المدنية، الحماية المدنية بذلت مجهود. مناظر مؤلمة قوي يا أستاذ يسري الحقيقة، يعني حاجة يعني تخرج عن نطاق ما تعودنا أن نقوله. شيء صعب، مستشفى يعني كل فرد سواء كان مريض أو ممرض أو طبيب أو إداري أو فني أشعة أو تحليل، أو له أسرة وعارفة إن شغلته أو سبب وجوده في المستشفى شيء مؤلم على الإطلاق. هو احنا بنتكلم على المستشفى دي تحديدا، مستشفى دي في ميدان المسلة في المطرية، يعني المطرية حي شعبي زي معظم الأحياء اللي بيتقطنها عدد كبير، والمترددين على المستشفى دي عدد كبير جدا. وكمان نحن النهاردة بنتكلم على وحدة الأشعة المقطعية اللي فيها أجهزة تفوق الملايين، بجانب الخسائر البشرية اللي احنا بنتكلم عليها من شوية. بدأت اندلاع النيران، على طول الحماية المدنية بدأت تتعامل مع النيران. كانت عليها ان هي تتعامل مع النيران وفقا للطبيعة اللي قدامها، ان هي الاول يتم اجلاء العدد اللي حضرتك بتتكلم عليه جوه المستشفى يا استاذ ايهاب، من عاملين واطباء ومرضى ومترددين وكل حاجة، يتم اجلاء الناس دي ونبدأ عملية الاطفاء، يعني نعمل عملية انقاذ الاول، انقاذ ما يمكن انقاذه، وبتبدأ عملية الاطفاء. بدأت عملية الاجلاء وتم اخماد النيران. بتبدأ بعد اخماد النيران مرحلة اسمها مرحلة التبريد، انك انت بتبدأ تشتغل انك انت تمنع النيران ان هي تتجدد مرة اخرى. وقبل كل ده كان الهدف ان النيران ما تمتدش من المبنى اللي هي بدأت فيه للمباني المجاورة، خاصة ان احنا بنتكلم على منطقة شعبية، فمش من المقبول انه يكون فيه حريق ويبدأ ينتقل لعقارات مجاورة او عمارات مجاورة ونبقى دخلنا في كارثة. هو المستشفى ده فني حوالي 3 أو 4 طوابق، يعني زي ما قادرين نلمح ولا اكتر من بالفعل كده؟ بالفعل يا استاذ ايهاب، هم 4 طوابق، والنيران بدات من الطابق الارضي، يعني محتويات المستشفى بالكامل قضي عليها، امتدت لبعض الطوابق. في دلوقتي لجنه عشان تحدد قيمه الخسائر، اذا كانت خسائر ماديه بالاجهزه ومعدات داخل المستشفى، وايضا النيابه العامه اجرت معاينه وهتستمع لاقوال المصابين وشهود العيان من الاطباء ومن المترددين على المستشفى، على اساس نعرف اسباب الحريق، بدايته، الاسباب النهائيه للحريق. بدايته ونهايته، هل في وصلات مش مظبوطه؟ وده اللي كل خبراء الحمايه المدنيه بيتكلموا عليها، ان هو يجب ان يكون في مراجعه للأجهزة اللي بتشتغل ويكون اعتمادها على الكهرباء، الوصلات، الأسلاك اللي موجودة، خامة السلك اللي موجود، هل في صيانة، هل بيتم ده؟ المفروض إجراءات بتتم، لكن جرى العرف لدى كل المصريين وإحنا منهم إن إحنا بنعمل الحاجة وننساها 10 سنين ما بنعمل لهاش صيانة. لكن ده غير مقبول في وحدة أو في مستشفى تتعامل مع أرواح بشر النهاردة. ده غير بقى، بخلاف السلوكيات البشرية المتجاوزة بقى، تلاقي حد حاطط سخان كهرباء في أوضة ممرضين، في استراحة دكاترة، في بتاع كاتل، معرفش إيه، الحاجات القديمة الفيش اللي تهرقت فيروحوا ماسكين سلكين ويدخلوهم في الحيطة. مصريين مشهورين بالحاجات دي يعني. بالفعل، وده اللي خلى ان هو في لجنه المفروض النهارده بعد جوله محافظه القاهره النهارده اللي انتقل هو والقيادات التنفيذيه، ان هو نتكلم على مراجعه اشتراطات الامن الصناعي اللي موجوده، واللجنه تتاكد انه في مرور، حتى انه في وسائل اطفاء جوه المستشفى ولا لا. ده دور الحمايه المدنيه، ان في لجنه المفروض تمر على كافه المنشات والمحلات للتاكد من توافر كافه اشتراطات الامن الصناعي، ان هي تقدر تطفي الحريق. يعني المفروض ان هو ابسط حاجه ان يكون على الاقل في وحده الاشعه، في وحده اطفاء ذاتي على الاقل، حتى لو كانت بدائيه. يعني اسمح لي يا استاذ يسري في ختام المداخله القيمه اللي حضرتك شرفتنا بيها، يعني احنا ما بيجيلناش اخبار كافيه ولا تقارير كافيه عن مرور لجان للتاكد مما تتحدث عنه سعادتك
علشان ما نستناش لما تبقى المصيبة. يعني ما بيجيلناش تقارير، ما بينتشرش خبر انه الاسلاك ضعيفة في مستشفى كذا ولا بد من تغييرها، او ان العيادة دي اغلقت او الوحدة دي اغلقت لغاية لما نوضب ده، مش كده ولا ايه؟ لا انا بيجيني يعني معلومات، ومن حتى من وزارة الصحة مش من وزارة الداخلية، انه في عدد كبير من المستشفيات بيتم اغلاقها لعدم توفير الاشتراطات الصحية اللي موجودة فيها. بيحصل غلق العدد من المحلات وعدد من المنشآت وعدد من المصانع. وانا في مؤسسة زي مؤسسة المصري اليوم، احنا عندنا مسؤولين الحماية المدنية بيمروا بشكل شهري وبيراجعوا طفايات الحريق ووسائل الاطفاء الذاتي في كل المستشفيات وفي كل المؤسسات الدينية وفي كل دور العبادة. بتلاقي رجال الحماية المدنية لهم مرور دوري بيشوفوا كل هذه الاشتراطات والتأكد منها ويحرروا مخالفات ومحاضر للجهات اللي هي ما بتلتزمش. هو أولا الالتزام ده هدفه الحماية لي أنا ولحضرتك يا أستاذ إيهاب وللعاملين يوميا في المؤسسة. طبعا بشكرك يا فندم جدا على وجودك معانا. شكرا جزيلا أستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. الأهلي جاب الجون الثالث في الدقيقة 86، بيرسي تاو، وجون قيل لي أنه هو رائع. فالحقيقة يعني أنا سعيد جدا جدا ببلدي وسعيد جدا جدا بفريقي اللي بيمثلني وبيمثل كل مصري دلوقتي، وإن شاء الله ده يفرحنا كده ويطمننا على أننا هنحلل زي ما قلت كده، خبطتها كده وخلاص، قلت إن شاء الله نبقى كسبانين ونحلل مع أحد السادة النقاد المتخصصين النتيجة والأداء بتاع الأهلي في المباراة. خليني أروح مع حضراتكم لخبر شديد الأهمية. يعني أنا بقيت بتعجب مننا كإعلاميين لما بنقعد نتكلم يوميا عن أن الحمد لله أن مصر ليست بريطانيا وليست ألمانيا وليست سويسرا وليست فرنسا وليست أمريكا. كل يوم بنشوف تصرفات وأحداث تؤكد وتؤيد ما نذهب إليه. في 500,000 عامل في بريطانيا، وده رقم رهيب بالنسبة للدول دي. في إضراب في قطاعات مختلفة، أكتر من قطاع، في إغلاق لآلاف المدارس وخطوط سكك حديدية، تعطيل كبير للتعاملات على الحدود. النقابات المهنية قالت إن المفاوضات بشأن إنهاء الإضرابات مع الحكومة بتتراجع. يعني كمان مش منظور ان الاضرابات اللي عماله بتتوسع في بريطانيا تختفي. صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة قالت ان الوزراء اتهموا بخداع الجمهور وتجنيد اي تحركات نحو تسوية متوقعة مع عمال هيئة الخدمات الوطنية الصحية، نقابات السكك الحديدية ايضا. مصادر حكومية بشكل خاص اعترفت بأن التفاؤل اللي ساد بداية هذا الشهر بشأن إنهاء الإضراب تلاشى. سلسلة الإضرابات المنسقة بتشمل المعلمين، موظفي الخدمة المدنية، قوة الحدود، سائقي القطارات. الحكومة بتطلب من الناس الاستعداد لإضراب كبير. من بريطانيا معانا ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين البريطاني. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير استاذ ايهاب، مساء الخير على مشاهدينك الكرام. يعني هذه الاضرابات اللي بتتهم الحكومه بتدني مستوى الرواتب وعدم موافقتها او مناسبتها للمصروفات الكثيره وارتفاع تكلفه الغاز والسلع الغذائيه والحياه بشكل عام، حضرتك شايفاها ازاي؟ اولا مساء الخير عليكم جميعا. طبعا يعني هو الوضع في المملكة المتحدة، ومش المملكة المتحدة بس، يعني يمكن أنا هتكلم فيما يخصني، ولكن حضرتك شايف الوضع في يعني جميع دول العالم. أي. سواء ألمانيا، فرنسا، أمريكا، الولايات المتحدة، الانفليشن، حتى اليابان. أي. يعني نسبة الانفليشن، التضخم بالنسبة للي كان بيحصل قبل كده. طبعا احنا بنشوف معدلات
ما حصلتش من يعني عقود كثيرة جدا، خصوصا في الدول اللي احنا بنسميها الدول العظمى اللي هي. هل الأزمة دي فعلا اللي حضراتكم بتمروا بيها في بريطانيا تعتبر أكبر أزمة من أكتر من 10 سنين، اللي هو عدم التوافق ما بين الأجر وما بين مطالبات الحياة اليومية اللي تؤدي لمظاهرات بهذا الاتساع؟ هقول لحضرتك حاجة، إحنا من أول ما كان في ريسيشن في 2008 وحصل إن يعني كان في البنوك حصل لها دروب كبير جدا جدا، وإحنا شفنا الإضرابات، يعني الإضرابات في بريطانيا ليست جديدة عن الإضرابات، إحنا يعني أنا بقالي في المملكة المتحدة ما يعادل 33 سنة تقريبا، هقول 20 سنة منها أو أكتر كان بيحصل عندنا إضرابات خصوصا في السكك الحديدية والمواصلات العامة، وهم يعني بيقصدوا الإضراب لأن بيبقوا عارفين البلد تقريبا بتقف، هيشل الحركة لأن إحنا عندنا الناس هنا رغم إن الجميع عنده سيارات إلا إن الناس جميعا بتعتمد على المواصلات العامة علشان الترافيك ده بيبقى أسرع كثيرا في التنقل، وخصوصا في بلاد زي العواصم يعني اللي هي المدن الكبيرة زي لندن زي مانشستر زي بيرمنغهام نوتنغهام الترافيك بيبقى فيها عالي جدا، فاستخدام المواصلات العامة ده شيء أساسي. يعني مش مسألة إن ده شيء، لا ده شيء أساسي الترفيهي اللي هو ما حضرتك تستخدم السيارة أيا كان سعر البترول، يعني دلوقتي بقى أكتر كمان علشان سعر البترول. طب اسمحيلي يا استاذه ميرفت اسمحيلي هسال حضرتك، منذ الركود الاقتصادي الكبير اللي حضرتك اشرتي اليه والازمه الماليه الضخمه العالميه في 2008 يعني في اضرابات كثيره زي ما حضرتك تفضلتي، كانت دايما برضو بشان نفس المطالب، كيف تعاملت الحكومه البريطانيه معها وكيف ستتعامل في راي حضرتك كده توقعا هذه المره؟ في 2008 وما بعدها كانت الحالة الاقتصادية حتى في العالم كله كانت أفضل كثيرا من الوقت اللي احنا فيه. احنا عندنا دلوقتي يعني أنا هتكلم عن بريطانيا، احنا عندنا ارتفاع في سعر الطاقة، عندنا نقص في الأيادي العاملة وخصوصا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، عندنا الاحتباس الحراري، عندنا التغيير المناخي اللي هو بيأثر لنا على المنتجات الزراعية، بيأثر لنا على درجات الحرارة، بتأثر على معدل يعني النباتات اللي عندك، ايه نوعية النباتات اللي هي ما بقتش بنقدر ان احنا نزرعها على اساس ان درجة الحرارة مختلفة، سعر الطاقة أثر على انتاج الدواجن، أثر على الانتاج الحيواني، أثر على المنتجات اللي هي الديري اللي احنا بنقول عليها المنتجات من الألبان زي الزبدة زي الألبان، كل الجبن والمشتقات الألبان والزبادي وكده. طيب يعني حضرتك متوقعة الأسعار حضرتك بتضرب في ثلاثة، حضرتك متوقعة فارتفاع المواد الغذائية الحكومة اسمحي لي بس هسألك على حاجة محددة، الحكومة هتقدر تحقق في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة مطالب هؤلاء لكي تنفض هذه الإضرابات وتعود الحياة من شلل إلى ممارسة طبيعية، ولا إيه المتوقع؟ الصوت بتاع حضرتك راح خالص يا أستاذة ميرفا. أنا بعتذر لحضرتك أستاذة ميرفت. أستاذة ميرفت خليل عضو حزب المحافظين البريطاني، شكرا جزيلا وبعتذر مش قادر أكمل، لكن كانت الفكرة اللي عايزين نوصل ليها عموما يعني كمعلومات، وبرضو كان نفسي أسألها باعتبارها مصرية تقيم في المملكة أكيد متابعة حركة ذهاب البريطانيين لمصر، خصوصا نوع الذهاب المرة دي مختلف في هذا الشتاء، البعض وهو عدد مش قليل يأتي لكي يقضي الشتاء بالكامل في مصر زي ما قلنا قبل كده كتير، وهنتكلم عن ده برضو في فقرة الحوار النهاردة إن شاء الله. يعني الإضرابات دي مسمى بالإضراب الكبير وده مقلق جدا، خصوصا أنه على رأس المملكة البريطانية رئيس وزراء جديد شاب يحلم بالكثير للبريطانيين
ويهمه هو وفريقه طبعا ان هو ينجح، مش ان هو يواجه بهذه الاضطرابات وما يقدرش يحل حاجة منها. خبر اللي بعد كده عن الآثار، البعثة المصرية الألمانية الأثرية نجحت في الكشف عن طبيعة المواد المستخدمة في عملية التحنيط. بالتعاون مع المركز القومي للبحوث بالقاهرة نجحت هذه البعثة في التوصل لبعض من أسرار عملية التحنيط عند المصري القديم، بعض المواد المستخدمة فيها من خلال تحليل البقايا العضوية اللي عثر عليها داخل الأواني الفخارية المكتشفة بورش التحنيط اللي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة المرحوم دكتور رمضان بدري بسقارة عام 2018 ضمن مشروع مقابر العصر الصاوي. التصريحات دي قالها دكتور مصطفى وزير الأمين عام المجلس الأعلى للآثار، وأشار لأنه تم نشر نتائج هذه الأبحاث اليوم الأول من فبراير 23 بمجلة نيتشر العلمية، وأشار إلى أنه البعثة عثرت على خلال أعمالها على أسماء البقايا العضوية المستخدمة في عملية التحنيط مكتوبة باللغة المصرية القديمة على سطح الأواني الفخارية، بالإضافة لأسماء الأعضاء وأجزاء جسد المتوفى اللي استخدمت عليها تلك المواد أثناء مراحل عملية التحنيط. أخيراً فريق العمل من المتخصصين والباحثين درسوا وحللوا البقايا دي اللي موجودة في الأواني زي ما هو موجود أمام حضراتكم، وتوصلوا لخصائصها الكيميائية في محاولة الوصول لآلية عملية التحنيط وأسرارها في مصر القديمة عن طريق معرفة المواد التي استخدمها المصري القديم ليحفظ الجسد البشري، وتمكنت من تحديد كل مادة وفقاً لطبيعة الجزء المستهدف من الجسد، ولأول مرة بتجتمع ثلاث معلومات مهمة عن عملية التحنيط في مكان واحد: المادة المستخدمة، اسمها باللغة المصرية القديمة، مكان استخدامها على أي جزء من جسد المتوفى. هو أمر جعل معرفة طبيعة المادة أمر مهم جداً. الأستاذ حسن عبدالله الباحث الأثري بوزارة السياحة والآثار، مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك، مساء الخير على مشاهدينا الكرام. أستاذ حسن، يعني اكتشاف شديد الأهمية أن نجد بعض العوالق في الأواني الفخارية لنعرف منها كل إناء اسم المادة بتاعته إيه، وطبعا بيتم خلط ده وكمان جزء الجسد. هل جزء الجسد يعني الآنية مكتوب عليها كمان ده خاص بالذراع مثلا، ولا ده بيبقى ميكستشر كده أكيد بيبقى خليط؟ يعني هو دعنا إحنا كأثريين فخورين بما تم إنجازه في البحث العلمي وفك جزء من لغز فن التحنيط عند أجدادنا القدماء المصريين. إحنا بنشكر البعثة الأثرية المصرية الألمانية وبنترحم على الدكتور رمضان البدري اللي هو كان مع البعثة الأثرية سنة 2018. تمام. البعثة اللي ادتنا حاجات كتيرة جدا هتفيدنا في ان نكتشف بإذن الله في الفترة المقبلة فن التحنيط بالكامل، وقالت لنا عن بعض المواد العضوية اللي استخدمت في فن التحنيط. يعني الدكتورة سوزانا اللي هي نائب رئيس البعثة الألمانية اللي قالت لنا إن بعض المواد العضوية استوردوها من الخارج زي زيت خشب الأرز وزيت العرعر أو الثرو وبعض نبات أيوب بيسموه العرعر ده، تمام، وبعض الدهون الحيوانية. والدراسة في البعثة استخدمت التقنية الحديثة وقياس الطيف الكتلي للمواد المكتشفة. الحاجات دي مع الدراسات والتقنية الحديثة اللي هتساعدنا على كشف فن التحنيط عند القدماء المصريين. بشكرك جدا يا استاذ حسن الباحث الاثري بوزاره السياحه والاثار، استاذ حسن عبد الله شكرا جزيلا. وانا يعني وقتي تجاوز، لكن وعدتكم بالنسبه لموضوع التحنيط طبعا كل التوفيق، بنتمناه
لمزيد من الكشف. ومعروف فكرة فرق الجزء الجسدي دي سببها ايه؟ سببها انك لما كنت بتحنط جزء ضخم فيه جلد وعضلات غير لما بتحنط الاعضاء الداخلية زي الكبد والقلب والحاجات اللي كانوا ساعات بيلاقوها في الداخل محنطة ايضا. فدي طبعا بتستخدم فيها مواد كيميائية اقل، عشان كده كتير من المومياوات بنلاقيها فاضية، لان الاحشاء دي قصة يعني صعبة جدا ان انت تحتفظ بيها لمدة طويلة. خليني اخد الناقد الرياضي الاستاذ شريف كمال علشان نشوف كده المباراة ان شاء الله كده ماشية ازاي. استاذ شريف مساء الخير. مساء النور يا فندم. الف الف مبروك. الله يبارك حضرتك. مبروك. احنا خلصنا كده 3-0. 3-0 يا سلام. الف الف مبروك يا استاذ شريف. الحقيقة باداء ممتع واداء رائع واداء مبشر، في ثقة في الأداء، في توازن فني ونفسي عند اللعبة كويس جدا، مستوى إن شاء الله مبشر. طيب يعني توقعاتك بقى للمراحل القادمة إيه؟ مدام حضرتك شايف إن إحنا بادين كاس العالم للأندية بداية مصرية رائعة وقوية يعني. الحقيقة بدأنا بداية كويسة جدا، على الرغم من عدم قوة أول منافس أوكلاند سيتي بطل أوكيانوسيا، منافس مش قوي قوي، ولكن كمان المنافس اللي هيقابله الأهلي إن شاء الله في مباراة دور الربع النهائي بطل أمريكا فريق سياتل برضو مش مهواش بالفريق المرعب أو الفرق القوية اللي واجهها الأكس في مونديال الأندية في النسخ السابقة، مهواش بطل أوروبا، مهواش بطل آسيا. إن شاء الله أعتقد الأهلي قادر بالمستوى ده وبالثبات الذهني والفني والنفسي ده عند اللعيبة إن هو يتخطاها بإذن الله. طب يا فندم هل متوقع أو معروف ميعاد المباراة القادمة مع سيتي؟ يوم السبت إن شاء الله، سياتل الأهلي وسياتل الأمريكي يوم السبت الجاي إن شاء الله. الأهلي هيواجه سياتل الساعة كام؟ بعد كده إذا الساعة كام بتوقيت مصر بعد إذنك؟ الساعة 9. طيب إذا تمام. إذا نجح في عبور سياتل إن شاء الله هيواجه ريال مدريد، مباراة بيتمناها وبيترقبها كل المصريين. طيب. إن شاء الله نكون على موعد معاها بإذن الله. بشكرك جدا يا أستاذ شريف، وألف ألف مبروك لمصر كلها مرة تانية، وكل التوفيق لمباراة النادي الأهلي النادي المصري، بس مش قصدي النادي اللي اسمه النادي المصري، اللي هو النادي المصري الذي يمثلنا كلنا في بطولة كاس العالم للأندية يوم السبت الساعة 9 مع سياتل الأمريكي. إن شاء الله كل التوفيق، وطبعا إحنا دايما مع حضراتكم بنتابع. نروح لفاصل، بعد يشرفنا ضيفنا للحوار حول القانون الجديد للغرف السياحية. اهلا بحضراتكم معانا في القسم الاخير من حلقتنا النهارده، والمتمثل في الفقره الحواريه اللي بيشرفني جدا يكون ضيفي فيها عبر تقنيه ماسنجر الاستاذ باسل السيسي، عضو غرفه شركات السياحه. مساء الخير يا استاذ باسل. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير، تحياتي لحضرتك. احنا بادئين يعني نبحث عن انجاز في السياحه، وبادئين بانجاز كبير بفوز الأهلي 3-0 على أوكلاند سيتي في المباراة اللي انتهت من ثواني، وكنا بنتابعها مع مشاهدينا كمكافأة بسيطة للي مش بيتفرج يعني وبيتابعنا يعني. طبعا حاجة جميلة وحاجة بصراحة نتيجة هائلة، وتكون مقدمة هائلة لإنجاز إن شاء الله يحققه النادي الأهلي بصفته ممثل مصر والمصريين طبعا، ويكون ليه إنجاز يفوق التمثيل السابق إن شاء الله. بالمناسبة قبل ما أسأل حضرتك في تفاصيل القانون الجديد، هل حضرتك بتشوف كمتابع لحركة السياحة طبعا لأنه تخصصك، هل بتشوف أن مصر استطاعت بإقامة البطولات الكبرى في الفترة الأخيرة أن تؤهل لبطولات أكبر، وأيضا أن هي تكون يعني في حاجة يعني مهمة عندها اسمها السياحة الرياضية؟ الامكانيات اللي موجوده عند مصر تفوق اللي تم تنفيذه في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. مصر عندها فرصه ان تنفذ البطولات على المستوى العالمي والمستوى بشكل افضل مما احنا اللي عندنا الفتره اللي فاتت. احنا عندنا فرص طيبه جدا، وللاسف لم تستخدم امكانيه مصر لغايه الان في مثل هذه الاعمال. ويجب ان الفتره الجايه يكون في تخطيط ان يكون لنا نصيب ان احنا نقوم بعمل او بعمل كبير جدا على مستوى العالم، وخاصة ان احنا نبص على ما قامت به مثلا قطر الفترة اللي فاتت، انجاز اعتقد ان كلنا بالنسبة لنا بيعتبر
هدف ان احنا نوصل اعلى منه مستوى، واعتقد ان الامكانيات اللي موجوده في مصر تدينا الفرصه لكده واكتر من كده كمان. استاذ باسل، البيئه التشريعيه اللي بتحكم ادائكم في الغرف السياحيه وفي شركات السياحه وفي التنظيمات والوزاره، حضرتك شايف انها بيئه مواتيه ولا لابد ان يتم فيها تغييرات كثيره عشان نستقبل؟ يعني احنا امبارح كان عندنا حدث سياحي غير طبيعي بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مجمع التحرير لغرف فندقيه، ده هيقلب الدنيا، ده ممكن يزيد 1000 غرفة فندقية لإمكانيات السياحة المصرية. الحقيقة القوانين اللي احنا بنشتغل عليها في قطاع السياحة قوانين بقالها سنين كتير جدا موجودة وما بتواكبش التطور اللي بيحصل، ما بتواكبش الاحتياجات لمثل بعض الأعمال. القانون اللي بنشتغل عليه قوانين معدة بقالها أكتر من، في بينها موجود بقالها أكتر من 50 سنة، فبالنسبة لنا قد تكون انتهت وقد تكون تحتاج إلى تعديل، ويمكن إلى مش تعديل إلى الجديد من اللي يتناسب مع التطور التكنولوجي اللي معمول به في قطاع السياحة على مستوى العالم. فالحقيقة لو إحنا ما عملناش كده أعتقد إن إحنا بنخسر فرص طيبة جدا بالنسبة لنا كمصر، وبيبقى إعاقة للعمل السياحي بشكل كبير جدا، ونحتاج إلى فعلا إلى تعديل هذه القانون بما يتناسب مع التطورات اللي إحنا فيها حاليا. طيب الأستاذة نورة علي النائبة بمجلس النواب وهي رئيس غرفة السياحة بالبرلمان قالت النهاردة إن المشروع الجديد اللي هو مشروع إنشاء وإدارة الغرف السياحية بيهدف لتحقيق التوازن والاتساق بين التنظيم والإنشاء والإدارة للغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي. يعني أهداف هذا القانون والبنود الرئيسية اللي وافق عليها المجلس النهاردة كيف تراها حضرتك كأقرب العاملين في هذا المجال؟ يعني احنا لو رجعنا الماضي القريب اللي احنا شغالين عليه هنلاقي ان في قطاع الغرف والفناء والغرف السياحية والاتحاد السياحي هنلاقي ان كثير من الانتخابات اللي كانت بتجرى على اساس القوانين الموجودة كان بيتم الطعن عليها وبتفشل، وبيضطر ان احنا ننهي الاختيار للمجالس عن طريق الجمعية العمومية ويتم تعيين لجان وتستمر لسنوات تعمل، وده طبعا بيفسد العمل السياحي وما بيديش الغرض منه، لان المجالس المنتخبة من الجمعية العمومية ادائها يختلف تماما عن اللجان التي تشكل بموجب قانون او قرار وزاري. فاحنا عندنا العينة موجودة بالفعل، ان القوانين اللي كانت موجودة تحتاج إلى تعديل بحيث أنها تكون تتسق مع الدستور ومع الديمقراطية والحريات والتمثيل المناسب الفئوي لهذه القطاعات في تمثيل قطاع السياحة أمام الجهات وتحقيق مصالحها بالشكل المناسب. فبالفعل القوانين كانت محتاجة فعلا لتعديل لحل الأزمة اللي كانت بتبقى موجودة باستمرار في مثل هذه الأعمال، والتي تمثل حجر الزاوية في اختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف اللي بتحقق مصالحها بالشكل الصحيح. طيب إحنا يعني بنتابع جدل كبير داخل غرفة السياحة بالبرلمان وخارجها حول مواد هذا القانون، وده يخليني أسأل حضرتك هل شاركتوا كأعضاء غرفة شركات السياحة في إعداد هذا القانون؟ وإذا كنتوا شاركتوا لماذا تتهم بعض المواد بالعوار الدستوري؟ المسألة العوار الدستوري أعتقد أن في ناس مستشارين قانونيين على مستوى عالي بيمثلوا الوزارة وبيمثلوا الدولة، دورهم أن هم يراجعوا المسألة دي بالشكل الصريح والواضح. أما مسألة تمثيلنا كجمعيات عمومية في مناقشة القانون، أنا واحد من الناس اللي كنت مشارك في مجلس في اللجان الموجودة بمجلس النواب، وكان معايا زملاء ممثلين عن طريق الغرف السياحية الزميلة وعن طريق اتحاد الغرف السياحية، والحقيقه شاركنا وقلنا رأينا بالفعل في كل التعديلات. واعتقد ان اللي طلع ان لو هو نفسه اللي احنا ناقشناه واللي كان فيه توصيات من بالاجماع من خلال المناقشات، اعتقد ان هو ده هيحقق ان شاء الله بالنسبه لنا المستهدف من تعديلات هذه القانون. طب هل برضو سؤالي شبه السؤال اللي فات لكن فيما يخص شركات السياحه، هل ساهم او شارك بعض من المسؤولين عن كبرى شركات السياحة
في إعداد هذا القانون؟ وإذا كان، ما تفسيرك للمادة اللي بتلزم الشركات بأنها تحقق إيرادات سياحية معينة أو سحب رخصتها؟ طب يعني في ظل اللي احنا فيه ده هيحصل إزاي؟ لا، هو القانون أعتقد أن النص صراحة بحجم عمل أو سحب الرخصة، أعتقد أن ما فيش مادة بالشكل ده. حضرتك لو في نص، لا أنا ما تمش مناقشة مثل هذه المواد في القانون. القانون اللي ناقشناه كان يخص أعمال كيفية تشكيل الغرف والاتحاد، كيفية اختيار عن طريق الجمعية العمومية، كيفية وضع القواعد والمواد التي تحكم العلاقة مجالس الإدارة بالاتحاد وبالجمعية العمومية وبتنفيذ رؤية أعضاء الجمعية العمومية. أما مسألة القانون السياحة بشكل اللي هو الخاص بالمنشآت وأعمالها وتنفيذها، فأعتقد أن ده كان في مرحلة سابقة للقانون اللي احنا بنتكلم عليه. طيب، يعني المادة دي موجودة في مرحلة سابقة للي انتوا بتكلموا عليه؟ لا، انا اعتقد ما فيش نص على الغاء ترخيص لو ما حققش حاجة عملها. طيب، يعني هل حضرتك شايف ان الدولة بتقوم بجهود كافية؟ لان الحقيقة مسارات هذه الجهود يجب ان تكون عديدة، مسألة التشريع، مسألة التسهيل، مسألة التعويض لشركات القطاع الخاص في حال الأزمات لكي لا تسرح العمالة، ونرجع تاني نعاني من أننا ما عندناش عمالة سياحية كفء لأنهم شافوا مستقبلهم في حتة تانية، ما حدش يقدر يقول لهم استنوا سنتين ثلاثة يوكلوا عيالهم إيه. مسألة التعبيد والتهيئة لما يسموها حرم المنطقة السياحية أو الأثر، إيه رأيك في كل هذه الجهود؟ يعني هل هي بالفعل جيدة؟ بالفعل خلينا نتكلم، لو احنا بنتكلم على مسألة ضمان الحق العمالة في انها تستمر في ظل الظروف في بعض الأزمات اللي بتحصل، الحقيقة يعني احنا عندنا قانون، او مش قانون، صندوق الطوارئ، اللي هو بيمثل، اللي هو من خلاله بيتم تعويض الشركات او مساعد الشركات في جزء من اعباء الموظفين في حالة الأزمات. الحقيقة الفترة بتاع كورونا اظهرت ضعف مثل هذا العمل وغير تأثيره، يمكن نقول سميه سلبي، في لأنه ما كل اللي أمكن فيه كان جزء ضئيل جدا بالنسبة لحجم الأعباء اللي كانت ملقاة على المنشآت والشركات السياحية. فيحتاج الأمر إلى تعديل وإلى تدخل الدولة ووضع وعمل احتياطيات لمثل هذه الأمور، لأن بالفعل الأزمات، معروف أن قطاع السياحة من القطاعات ذات الحساسية اللي بتتأثر بأي نوع من الأعمال، فبالتالي دائما ما بيحصل بعض الأزمات وتحتاج الدعم والمساندة من قبل الدولة. فالقوانين اللي موجودة حقيقة ما بتساعدش كده. لكن خلينا أقول لك إن من ضمن الحاجات اللي نص عليها تعديل القانون إنها سمح للغرف السياحية إنها تشارك في إنشاء شركات وتساهم بحيث إن يكون عندها عوائد، بحيث انه ده يكون في نهايه دخله ومردوده ويكون لصالح اعضاء الجمعيه العموميه ومساعدتهم في ظل مثل هذه الازمات. الحقيقه ده حاجه كويسه، لان بالفعل احنا محتاجين مثل هذه الاعمال عشان تساعد في توفير الرعايه لاعضاء الجمعيه العموميه وتوفير فرص العمل بالنسبه لاصحاب الشركات وكده. طيب، وزير السياحه والاثار اعلن ان في عدد من المميزات في طريق تحقيق فلسفة القانون وأهدافه من إنشاء الغرفة وكيفية إدارتها ووو. يعني هو هنا بيلمس نقطة مهمة جدا، إنه ما نجيش نتفق على قانون وبعد كده يحصل له مذكرات تفسيرية ولوائح كتابية خطية ولوائح شفهية وتوجيهات ووو تفسد علينا الهدف من الإنشاء اللي احنا اتفقنا عليه لهذا القانون. كيف ترى قدرة الوزارة فعلا على انها تفي بهذا الوعد؟ اللائحة التنفيذية اللي هتطلع ملاحقة او لاحقة القانون اذا ما كانتش هتتسق مع نصوص القانون وغرضه بشكل صحيح وصريح، اعتقد هيبقى في تعارض وهيتم الطعن عليها باستمرار وهتفسد العمل بالقوانين مثل هذه القوانين، وده اللي احنا عانينا منه في الفترات اللي فاتت. فبالفعل اذا اللائحة في الفترة اللي جاية ما عدتش بشكل يتسق مع القانون هيحصل نفس المشكلة، وهنبص لينا بننظر في نفس الدائرة اللي احنا كنا موجودين فيها. فدي موضوع وزارة السياحة، فإن عليها إنها تكون متداخلة في اللائحة وتؤسسها بشكل يتسق مع القانون ومع الأغراض المستهدفة من قبل القانون.
ده اعتقد لو اتعمل هيحقق الناتج اللي هو بترعاه وزاره السياحه المصريه ممثل في وزاره السياحه. يعني طبعا انا باكد وبثمن كلام حضرتك انه هذا القانون اللي احنا بنعدله دلوقتي ده كنا ماشيين على قانون اسمه 85 لسنه 68، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على ما يقرب من 60 سنه يعني. فطبعا كلام حضرتك بالتعديل والتوضيب المستمر ضروره قصوى يعني. ده صحيح. طيب يا فندم، رئيس الوزراء في بعض التصريحات قال ان مصر بتمتلك عدد من الفرص الواعده للنهوض بالسياحه، ايه الافكار اللي انتوا بتشوفوها خارج الصندوق وافكار جيده ممكن عن طريقها تطفر ايرادات السياحه المصريه؟ بص خلينا نتكلم ايه العائق الاساسي للسياحه المصريه. اتفضل. عشان نقول بصراحه، لان هو كلنا بنتكلم فيه بقالنا سنين، وللاسف احنا بنتكلم هو للاسف ما بنلاقيش مردود في تصحيح او تصحيح مسار. اتفضل. احنا الهاجس الامني احد او هو العائق الاول بالنسبه للسياحه المصريه، سواء في استقطاب السائح، سواء في كيفيه الحصول على التاشيره تحت مسمى الامن القومي، سواء في تحركه داخل البلاد، سواء في التعامل معه، كل ده بيحصل. وده نبص للدول اللي حوالينا، الدول العربية اللي يمكن يعتبر ملهاش ماضي كبير في العمل السياحي، شوفوا التطور اللي بيحصل فيها وشوف ان هي بتتخطى مثل هذه الامور ازاي. فيجب علينا ان احنا نكون على نفس الشاكلة، لازم ان احنا نتخلص من كافة العوائق الامنية اللي تحت مسمى الامن القومي في سبيل ان احنا نستقطب السائحين ونسمح بصدور التأشيرات بالشكل السهل السلس. حضرتك احنا شايفين ان التأشيرات بتصدر من كل بشكل الكتروني في كل العالم وبشكل سهل وبسيط وبدون دخول في معوقات. فاحنا محتاجينها مثل هذه الامور. اذا الامور ما حصلش فيها كده حقيقي خلينا كلنا بنعاني. يعني يكفي ان اقول لك النهارده ما تقدرش تحرك مجموعه سياحيه من المطار لاي منطقه الا عن طريق كل امني. وللاسف لو احنا بحثنا بشكل صريح هنلاقي ما بيأديش اي دور. احنا بنحس بالامن في مصر من خلال التحرك بشكل سهل وبسيط، مش محتاجين حتى الامن. لو بتحس بيه انه بيرافق سائح او معاه فبيعمل مشاكل اكتر، المفروض انها بحقق الدور الامني دون احساس بيه، دون ظهوره على الشكل الواضح في الشارع او شكل المرافقه. فدي من المعوقات اللي احنا محتاجين فعلا الدولة تتحرك عليها، لأن بالفعل أصبحت من السمات الغير جيدة بالنسبة للقطاع السياحي. الجزء الثاني بالنسبة لمشاكلنا في القطاع في التمويل السياحي، خلينا نقول إن لغاية النهاردة البنوك بتتعامل على إن القطاع السياحي قطاع يتحمل أو في كثير من المخاطر ولا يمنح من التمويل، فرص التمويل للاستثمار بشكل يحقق التنمية أو التطوير فيه. فإذا ما كانتش هيحصل برضو نوع من المراجعة مثل هذه الأمور والسماح ومنح القطاعات السياحية فرص تمويلية، أعتقد ده برضو هيبقى بالنسبة لنا من المعوقات اللي احنا محتاجين نشيلها أو نعدلها، بحيث أن يسمح للاستثمار السياحي بالتطور ويكون مناسب مع الأحداث اللي بتحصل والتطورات اللي بتحصل في الوقت الحالي. يعني أنا بعتقد أن التنسيق الأمني في كافة المجالات بيننا وبين دول شقيقة حوالينا وناجحة جدا في السياحة زي الإمارات مثلا، أعتقد أنه من السهل جدا أن احنا نعمل كده ونتخطى يعني هذه العوائق. وده دور برضو نواب مجلس الشعب والغرف السياحية. يعني الكلام الجريء القوي اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده لابد أن احنا نطالب بيه على ورق، لأنه فعلا القول الأمني ده ساعات بيأخر جدا البرنامج السياحي، منظره بيبقى، أنا بقول كده وأنا يعني تعرضت في بعض الوفود مثلا لما كنت مع المسرح القومي في الجزائر في ظرف أمني مش لطيف، كنا بنمشي في قول أمني بسرينة واللي بيخش في النص كانت بتبقى وقعته طين. لكن يعني لو أمكن تخفيف ده زي ما حضرتك بتقول، طبعا إحساس السائح إنه حر وإنه بيتكلم مع اللي هو عايز يتكلم معاه وانه هو مش مقيد بانه حركة معينة، يحس انه محاصر بقى مش مؤمن. يعني انا يعني مع حضرتك 100% في وجوب دراسة هذا الامر. طيب اخيرا عايز اسألك عن حاجتين. السياحة الدينية اللي زي مسار العائلة المقدسة مثلا اللي الدولة مهتمة بتعبيد وانشاء حرم طاعة
طيب جدا لكل معلم من المعالم اللي تم الاشتغال عليها واللي تم فتح 8 وشغالين في غيرها، مع الاكتشافات الأثرية الضخمة اللي احنا بنعيشها هذه الأيام، كيف تستطيع مثل هذه المبادرات والخطط الجيدة ان هي تنشط سياحة ثقافية، سياحة دينية، سياحة علاجية ايضا، برضو عندنا قدرة على هذا الامر؟ يعني الحقيقة الفترة اللي فاتت شهدت التحول شوية من السياحة الثقافية للسياحة الشاطئية، وده نتيجة ان يعني ما كانش فيه تنسيق او ما كانش فيه نوع من التسويق الجيد لمثل هذه السياحة الموجودة في مدن مصر كلها، سواء في القاهرة او في مناطق الصعيد. ولكن خلينا نقول ان احنا الفرص المتاحة سواء من خلال زي ما حضرتك قلت مثلا مسار العائلة المقدسة، او حتى زيارة آل البيت، لانه ده من الموجودات من السياحة الدينية اللي موجودة في مصر واللي بعض الناس بتستهدفها، زائد كمية الاثار اللي موجودة. وخلينا نتكلم على ان احنا كلنا في انتظار الحدث الاكبر على مستوى العالم اللي هو الافتتاح المصري، المتحف المصري الكبير اللي هو هيبقى اكبر متحف على مستوى العالم بيضم قطع اثرية. فدي كلها احداث لو قدرنا نستخدمها ونستفيد منها اعتقد هتبقى نقلة رقمية وكيفية للسياحة المصرية، وهتحطنا في موضع ان شاء الله يكون هو ده اللي احنا متوقعينه بالنسبة للسياحة المصرية، واللي احنا بقالنا فترة مستهدفين وللأسف ما قدرناش نوصل لغاية اللحظة دي. فده حقيقي الفرص دي متاحة زي ما حضرتك بتقول، وفي كمان حاجات كتيرة جدا من المفروض ان احنا نشتغل عليها عشان نقدر نوصل للرقم المناسب لاستقطاب السياحة لمصر ان شاء الله. وانا بختم وبشكر حضرتك، شغلني فكرة التأمين بتاع السياح من غير ما يشعروا بهذا التأمين، لان دي الطريقة المثلى ان هو يحس انه بيتحرك بحرية، في نفس الوقت هو مؤمن بالكامل ومعروف عنه كل التحركات عشان يعني نحميه ونسعده، وفي نفس الوقت هو مش حاسس بده. كمان إضافة للمشروعات الكبيرة اللي اتكلمنا عليها، في مشروع التجلي الأعظم الدولة بتتابعه على قدم وساق، ده هيبقى حاجة رائعة في شمال سيناء. يعني أنا بشكرك جدا يا فندم على وجودك معايا، وبتمنى لك وبتمنى للسياحة المصرية كل التوفيق بحسب التوقعات العالمية اللي احنا بنرصدها يوميا من مواقع ومجلات سياحية عالمية، منها مثلا اللي قال انه في 50 مليون سائح ان شاء الله بحلول 2050. بشكرك استاذ باسل، نورتني. شكرا يا فندم، تحياتي. جزيل جزيل الشكر الاستاذ باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة باتحاد الغرف التجارية. بشكركم مشاهدينا، بكرة ان شاء الله حلقة نهاية الاسبوع.